السلام عليكم شباب، معكم علي اوتاكو جيمر. اليوم بدنا نجرب نسخة جديدة بعت لي احد المتابعين على الديسكورد وقال لي جربها، فاليوم نجربها معكم. بس حسب مبين من المقدمة انه دراغون بول هيروز، ما بعرف الصراحة، فيلا اليوم بنجربها مع بعض. اوكي خلينا نشوف. مثل ما كم شايفين جوكو مكتوب عليه اكس اوني، ما بعرف شو معنات هذا الشيء. يوصل لحد السوبر سايان فور ليميت بابارو، شو يعني؟ ها اوكي يا اخوان، هلا قبل ما نكمل ونستعرض الشخصيات بهاي النسخه اللي بعث لنا اياها هذا المتابع، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه ولسوا الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اوكي عندنا لجوهان، اغلبيتهم هيك سوبر ساين 4 باينتون. هون سوبر ساين الاحمر ترانكس، وهذا مين؟ جوتن. ايوه جوتن، وهي بان ما ادري، وباردك. اوكي يعني شخصيات هاي كلها موجوده بدراغون بول هيروز حسب ما اللي فاهم انا للمسلسل هذا او الانمي. شو هذا؟ هاي كوجيتا غوريلا. ها شلاش، وليش في سوبر ساين 4 ثلاث مرات؟ سوبر ساين 4 سوبر ساين 4 سوبر ساين 4. هلا هي مكتوب عليها كايوكن، بس هي ما فهمتها شو يعني. وهون كمان جوتنكس الكبير وفيجيتو نفس الشيء، وهي السبريمت سبريمت كاي، ما ادري شو اسمها اللي بزينا فورس. فريزا ليش هيك شكله يا اخوان؟ ليش شو هاي اللي على صدره؟ ما شو هاي كرة دراغون بول يمكن؟ والله ما ادري. ونفس الشيء موجود على سيل وماجن بو وتارلس وهذا جانيمبا. ليش موجودة عليهم هي يا اخوان؟ اللي يعرف اكتب لنا بالكومنتات. انا ما يتبع منيح دراغون بول هيروز الصراحة، انا متابع بس يعني الاعمال الرسمية لدراغون بول. هذا ابو برولي. اوكي هذا مين؟ دارك، ما بعرف صراحة مين هالشخصية. هاي باردوك شكله ابو ورا القناع. هاي ميرا، ولا هون عنا توا، وبعدين عنا هاي شخصيات. والله نسخة غريبة الاطوار الصراحة، ما ادري رهيبة ولا مو رهيبة الصراحة، ما ادري، بس هي ممتازة الصراحة. هذا مو الكائن اللي طلع بالدراغون بول سوبر اللي اخذ شكل فيجيتا؟ ليكو اخذ اشكال كثيره هون، كل شوي شكله شكل. ها اوميجا، هذا اوميجا موجود كمان دراغون بول هيروز. وات هيل، شو دراغون بول هيروز غريبه الاطوار. وهذا الكائن ايش؟ ليش عنده شعر جوكو بلاك؟ اوكي هاي شخصيه مين؟ هاي شفتها بدراغون بول زد كاكاروت انا، شو جابها لهون؟ اوكي عندكم هاي، هاد خنزير. ها ايش جابك لهون يا ابني؟ والله في شخصيات قسما بالله مالي فاهم ايش قاعده تسوي هون، بس في شخصيات حلوه يعني، مثلا مثل فيو حسه رهيب. بس عندي سؤال للمتابعين دراغون بول هيروز، ليش فيو كبير اوكي وتصغر شوي، رجع صغر شوي، رجع صار طفل، ليش؟ حد يفهمني، مالي فاهم يعني. قال هذا ما بعرف كان له ارك بدراغون بول هيروز. وهي شخصيه مين؟ وليش اخذين كالي وكاليفلا؟ الو ليش؟ ها مالي فاهم. هاي كامبر له تحولات كثيره، العادي بعدين هون كامبر العادي، بعدين سوبر ساين، سوبر ساين 3، سوبر ساين 3 فول باور. وايش فيه؟ والله شخصيات غريبه، حتى شارلوت هذا حاطينه، ايش دخله بدراغون بول هيروز؟ هذا مو تبع دراغون بول ليجند؟ له شغلات غريبه صراحه. النسخه ممتازه الصراحه، حتى هون شخصيات من كتر ما لهم حيل يعني، شوفوا حاطينها بالارقام يعني، ما لهم حيل يتعبوا حالهم يضبطوها. النسخة مو كتير متعب عليها الصراحة، النسخة اللي كنت نزلها افضل بكثير. هاي سوبر ساين بلو الكوني. اوكي هات نشوف هون، هاي فيجيتو. اوكي النسخة رهيبة، بس انا برأيي بعد هذا المقطع بكم مقطع يعني لقدام رح نزل انا نسختي الخاصة بدراغون بول هيروز. اوكي انا من ناحيه الشخصيات الصراحه النسخه ما عجبتني. طيب خلينا نجرب من ناحيه المتعوب عليها بالحركات وما حركات. واللي يريد رابط النسخه يا اخوان تلاقوها بسيرفر الديسكورد، روحوا على سيرفر الديسكورد وبتلاقوها ان شاء الله. انا اخذتها من سيرفر الديسكورد من المتابعين. يلا يا اخوان نجرب النسخه. ما هذا ول ايوه ديم، هات نجرب حركاتك يا شارلوت. ايوه بدي اشوف متعوب عليها ولا بس هيك اخذين حركات اللعبه مغيرينها بس. لا لانه صراحه النسخه عاديه جدا، ما فيها
انه يكون لا حركات ولا هيك. هلا كمان تجرب جوكو الغريزة، شوفه كمان متعب عليه ولا لا. هلا شارلوت مو متعب عليه الصراحة، يعني النسخة مو متعب عليها الأمانة الصراحة أبدا. ما بعرف مين جاب لي اياها، انا اخذتها منه حاطين له فاير فلاش تاع فيجيتا. هذا بقصدي انه متعب عليها انه لا. اوكي هلا فيو، تعال نجرب فيو. اوه فيو بينتو متعوب عليه، خلينا نشوف. يعني ممكن يكون شخصية متعوب عليها والتانية طنشوها، انه غريبين الاطوار الصراحة. ما بعرف ليش بيطنشوا بعض الاشياء. يلا جيبوا. لا كل مرة تطيرنا يا ابني روح، انجلدنا. اهلا والله اهلا. خلينا نشوف. اوكي فيو، لا فيو صراحة حركاته متعوب عليها للأمانة. هات نشوف الالتيميت اتاك تبعك فيو. ايوه يلا تعال نشوف الالتيميت. لا حرام يلا جيبه. هاي الالتيميت يا اخوان خلينا نشوف. ايوه لا يا اخي الالتيميت موجوده بشخصيه من لا الالتيميت ما عجبتني الصراحه. شو هاي الكائن الغريب؟ هات لنشوف فيو تحولاته شو. ايوه فيو هذا غريب ما يفهمه ابدا ولا فاهم قصته. ليش 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 الحركة هاي؟ هي مسروقة من شخصية ثانية. ما للأمانة ما بتعجبني الشخصيات اللي هيك انا. ايوه هات نشوف الالتيميت تبعه. للأمانة شخصية فيو مو متعب عليها لهالدرجة للأمانة يعني. هات نجرب تحولاتك كلها يا فيو. هات نشوف هاي الهيئة. ايوه في نسخة لدراغون بول هيروز ودي اجربها، فما بعرف النسخة موجودة من نفس الموقع اللي بحمل منه مودات، عاد ما بعرف يمكن تكون ارهب من هاي. اوكي هات نجرب اخر تحول لفيو. انا بس بدي افهم ليش فيو هون صغر مكان كبير، شو جلتش؟ ما هذا اللي ما فهمته بدراغون بول هيروز، يعني ليش فيو صغر؟ ما في واقعية بالموضوع، واحد بدل ما يكبر بيصغر. ايوه اوكي على الاقل هاي الضربة جديدة. يلا غوريلا مرة واحدة. تعال 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 يلا يا فيو. في ضربة الهكاي. ايوه هات نجرب اخر شخصية هاي على اساس جوكو بلاك. هيا يلا يلا خذ. طبعا بما انه غوريلا ما حيخلوني اجرب عليه. ايه هيا ايوه 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 هيا خذ. شو هذا؟ اوكي صراحة النسخة شوي ممتازة بس ما فيني اسوي منها مثلا بعد هذا المقطع مقطع ثاني، خلص يعني انتهت افكارها بمقطع واحد، عرفت علي كيف؟ يعني هلا حجرب جوكو الغريزة اشوفهم تعبانين عليه ولا لا وخلص، يعني انتهت انتهى المقطع. هاي انتهى، خلينا نجرب جوكو الغريزة يا اخوان. اذا جوكو الغريزة نفس المودات الثانية بيكون ممكن يكون بعض الشخصيات يكون متعوب عليها، بس ما بظن الصراحة. بس انا تبشر يا اخوان المحبين دراغون بول هيروز هجيب لكم نسخة احسن من هاي بالف مرة، بس استنوا علي ان شاء الله يومين ثلاثة بحمل النسخة وبسويها. وبالنسبة في ناس عم يطلبوا مني مثلا على سبيل المثال يا اخوان شو بيسموها يعني نسخ او اندماج مثلا معين ما عم بقدر اسويها، مثلا مثل عمر طالب مني نسخة مستحيل اقدر اجيبها، يعني يعني حاولت ادور عليها بكل مكان اللي هو اندماج جوكو بيروس للاسف ما لقيت الاندماج ما لقيته.
اوكي هاي في جيتا وجوكو بدهم يندمجوا يا اخوان. ها لا 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 كوماموك ويجيتا. المشكله يا اخوان في شيء عم يضحكني صار بالكومنتات. في واحد كتب لي بالكومنتات يا اخي حاجه حل والله بلغي الاشتراك. قلت له الغي الاشتراك. قلت له يعني واتهل يعني انا شلون بعرف يا اخوان انه المقطع عجبكم ولا لا؟ من عدد اللايكات ومن عدد المشاهدات. اذا اللايكات والمشاهدات منيحه فبعرف انه المقاطع عجبتكم. طيب على سبيل المثال بنزل زينوفرس 2 ما بتجيب نفس اللايكات وما بتجيب اي شيء نفس دراغون بول بدكاي تنكاشي 3. هذا معناته انه دراغون بول بدكاي تنكاشي 3 عجبتكم. هذا مو معناته اني كمان ما انوع يا اخوان، لا بنوع، بس الشيء اللي بجيب مشاهدات اكثر شيء طبعا لازم ما اسحب عليه. اوكي نسينا جوكو الغريزه الفائقه. اوكي يعني متعوب عليه صراحه جوكو الغريزه الفائقه، مشغول عليه. بس ما عليكم يا اخوان اللي محبين دراغون بول هيروز راح نزل لكم نسخه افضل من هاي باذن الله، بس ان شاء الله يومين ثلاثه كمان. وصلت لنهايه المقطع، شكرا لكم على المشاهده، مع السلامه.